ناس متجهه للموضوع ده عشان حاجه معينه، ما مش زيك انت بتوصل رساله معينه. ما خلينا اكلمك برضه في نقطه تانية. يعني هو لو جينا نتكلم في نقطه الارباح دي هنلاقي انه في ناس كتيره بتستغلها استغلال سيء. بالظبط، ما ده بيطلع عشان يمسك فلوس وكده. يا ابني طب هو اخرتها انت انسان، يعني انت يعني انا هموت والحاجات دي هتفضل موجوده وبتاع. انت يعني خلي بالك، انت تعرف ان انا عندي في المنصه بتاعتي منصه انا مسميها منصه العباقره. يعني انا اقل واحد عندي، ما البلد اللي يفكر تفكير ظلم، انت مش عايز تعزك يا انت روح. انا عندي اقل واحد بيفكر عندي في منصه العباقره بقول عليه بلس 99. عارف يعني ايه؟ يعني بني ادم تفكيره عالي. انا عندي في منصه العباقره بدعم كل الموهوبين سواء كانوا من الشعر. نفتح مدرسه بقى. ها؟ نفتح مدرسه حبيب. بقى. انا معلق صورتي ورايا لو اتفرجتوا على الفيديوهات للبرتون اينشتاين. كل واحد بياخد النموذج بتاعه ويمشي عليه وعلى خطاه. بس انا عندي بدعم الموهوبين، بدعم الناس الشعراء، بدعم الناس اللي هم عندهم اي نوع من انواع الموهبه، لو محتاج بخلي النور بفضل الله يشوفه. بوديه بقى لعبقري كبير بقى يشوفه يوديه ولا. طب هو معلم سلطان اهو بيعمل لكم اعلان اهو يا جماعه. اي حد عبقري ابي بقى. قول سواء كان عبقري. سواء كان شاعر، سواء كان موهوب في التمثيل، سواء كان مغني، سواء كان بيكتب كلمات اغاني، سواء كان اي نوع من انواع الموهبه. حتى لو هو يعني بص انا دايما بقول كلمه قلتها لك في الانترو، قلت لك ما كنتش انت مآمن بنجاحك عايز الناس ازاي تآمن بنجاحك؟ قول لي انت. انا لازم من جوايا ومن نبعي كده أؤمن ان انا نجح، أؤمن ان انا صنع ربنا، أؤمن ان الدماغ دي فيها كميه مواهب لا تحصر. طب انت ليه سايب نفسك؟ سواء الناس اللي سابها الناس سايب نفسك مخدرات. لا يا ابني ده انت جواك مواهب اقسم بالله العلي العظيم. بص لو استغلت ربعه تخليك برنس، سواء كان في المستوى الاجتماعي او المستوى الثقافي او فينك انت يا ابني من الكلام ده، مضيع حياتك ومضيع عمرك ده. انت لو خدت ساعه واحده من يومك حطيتها وتعلمت مهاره جديده، جبت كورس من على الانترنت بتاع تولش بقى، كورس من على الانترنت، خدت ساعه واحده بس وقعدت تتعلم فيها، خلال 30 يوم انت عملت 30 ساعه، بقى عندك 30 مهاره. عايز ايه اكتر من كده؟ عندك كميه مهاره يا ابني. انت صنع ربنا، انت صنع ربنا، فخنا فيه من روحي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت حاجه بص لو استغلت ربع المواهب اللي عندك ازاي انت عادم نفسك وعادم فكرك وبتاع طلع تروس واللي طلع انت فاهم ازاي بتاع. لا يا عم الكلام ده، فلازم يبقى لينا مصدر توعيه نقول للناس لا ما ينفعش. يا ذاكر هات كورس من عندك اقعد تتعلم عليه، اعمل محتوى فيدني، انا عايز استفيد منك، انت فاهم الفكره؟ بحر الافكار ما بيخلص، بحر العلم ما بيخلص، انت بقى اللي عايز تفضل قاعد كده. فيش كلمة المعلم سلطان، أنا حاولت أدمج ما بين الثقافة وما بين الفرد العادي، خدت من الفرد العادي هو لغة التكلم ولغة الفكر ولغة تخاطب الأجيال، وخدت منه الثقافة، مزجت الاتنين مع بعض. أنا كان ممكن أطلع قدامك أستاذ ولابس كده وقاعد وبتكلم كده، لا طبعًا كده أنا مش هعرف أوصل معلومة. حاولت توصلها لهم بطريقة كويسة عشان الناس توصل لقلبك وتحبك. الله ينور عليك. هو كده أولًا عشان أوصل للفكر في العصر اللي إحنا فيه لازم أخش عن طريق السوشيال ميديا، تاني حاجة لازم أخش عن طريق الكوميديا، أنا لازم أوصل لك الفكرة بتاعتي أو كده عن طريق الكوميديا مثلًا، أو الجيل اللي أنا بخاطبه، الجيل اللي هو عندك مثلًا من يعني خش على التيك توك مثلًا، تلاقي العيال عندك من 8 سنين، العيال اللي دوخت عندهم من 8 سنين لحد 56 سنة. صح. بيضيع قد ايه على التيك توك مثلا؟ ممكن تلاقيه بيضيع مثلا وقته طول اليوم. خش على اليوتيوب، اتفرج على الناس اللي على اليوتيوب، جمهور اليوتيوب، جمهور التيك توك، جمهور الفيسبوك، دور على الناس دي المرجعيه بتاعتهم فين؟ سواء كان قول لي يا ابني انت فاهم ايه يا ابني طب انت تقدر تفيدني بايه؟ يعني المفروض الاسره اللي عندها فردين ولد وبنت دول لو استخدموهم في العلم فرغ، اللي طلع دكتور واللي طلع مهندس واللي طلع ايه، عندك الصناعي لو قاعد يعمل لنفسه ابديت مثلا. انت بتقول ايه؟ انا بشوف الاولاد اللي عندي في الفرن واقول له روح ذاكر، هو بتبقى عدم رقابه برضو في الاول وفي الاخر. احنا بقى طبعا يقولوا لين يعدلوا بقى، عدلوا على التيك توك بقى، تشوفك بتعمل حاجه غلط تقول لك يا ابني ما ينفعش يا ابني، روح يا ابني تشوف اعمل اي حاجه مفيده، او انت اديني حاجه مفيده اتعلم منها. يعني انت مثلا انت ليك اكونت وبتاع بتطلع وشوف بترز، اديني علمني، انا عايز اتعلم منك، اعمل احتوى علمني، سواء كانت ست بتعمل طبخ، سواء كانت بتعمل تراكوي، سواء كانت بتعمل اي، المهم ان انا بحاول استغل كل العقول دي في انها تشغلها. شغل عقلك، شغل عقلك، طلع لي حاجه انتج لي منها، فاهم الفكره؟ طب انت ناوي تكمل في الموضوع ده بجد؟ كمل في الموضوع لما ليش رسالتك على طول ولا اعمل اعلانات بس؟ ده ازاي؟ هو انا كده اطلبني في اعلانات اعمل لك اعلانات؟ ماليش في التمثيل والكلام ده كله، مش فاضي، فرن ما ياخد كل وقتي. طيب وايه؟ هنعمل ايه؟ لا بجد انت من خلال رسالتك انت شايف طيب ان هي بجد اثرت في ناس معينه وناس فعلا اتاثرت بامانه وناس كلمتك وناس طبعا جدا عندي تفاعل بيني وبين الجمهور رهيب جدا الحمد لله رب العالمين. قدرنا نصنع من الجمهور اللي عندنا اقل حاجه تبص تلاقي قاعدين يشغلوا دماغهم عليا. يعني مثلا انا بعمل بفتح لايفات مثلا او بنقعد مع بعض كده بنتسهرق كومنتات تلاقي دماغه شغاله، ده يقول لك كذا، ده يقول لك كذا، طب ايه طب ايه طب ايه طب ايه هنعمل كذا كده وفضل لا. وتلاقي لما تلاقي حد بقى بيكلمك يقول لك ايه انت مثلا خلتني
اعمل حاجه خلتني اذاكر كويس، خلتني يبقى عندي ثقه في نفسي، خلتني ان انا اكون قد تحدي مثلا ان انا عندي مذاكره، ان انا كذا، ان انا كذا، خلتني ان انا مثلا اواجه مشكله من مشاكل الحياه. ده انت بتفرح، انا شخصيا بفرح. ليه بقى؟ لان بيجي لي مثلا واحنا قاعدين مثلا يجي لك واحد يقول لك انا عندي مشكله عمي سلطان.